أذكر لما صرت في الأولى ثانوي ما طلعت الأولى على الصف، طلعت الثانية، وكان السبب أنه في هذيك الأيام الأولى ثانوي اللي هو يجمع كل مواد العلمي مع كل مواد الأدبي، وكان كثير المواد الأدبي اللي أنا بالنسبة لي ما لي رغبة فيها، بالإضافة إلى الأحياء والكيمياء اللي أيضا مني أصحاب معهم، ولا الجغرافيا، يعني أنا أحب التاريخ أكثر. فأذكر أنه كنت متساهلة يعني في الدراسة، والواحد يعني لما يتعود على التفوق يمكن يدخل في نفسه شوية غرور. يعني أنا أذكر الوالدة حتى كانت تقول لما تروح على مجلس الأمهات كانوا المعلمات يقولوا لها لا تقولي لرانيا أو ريم أختي إنهم متفوقات عشان ما يشوفوا حالهم. بس يمكن الواحد لما يتعود إنه أنت 9 سنوات متفوق ودائما الأول، والحمد لله ربي يعني أعطاني نعمة إنه يعني معدل ذكائي جيد، فكان أو إحساسي أنا إنه كان يجي من غير تعب أو بأقل قدر من المجهود، يمكن يكون في مجهود بس أنا مني حاسة فيه. فأذكر لما صرت في الأولى ثانوي وكان المواد كثيرة، ما إنه كنت أعطيتها حقها من الدراسة وطلعت الثانية وليس الأولى على الصف. وأذكر وقتها رجعت البيت، إحنا كنا دائما لما نرجع البيت نكلم الوالد على شغله ونطمنه يعني على إيش العلامات، فقلت له إنه أنا طلعت الثانية وليس الأولى، وبقولها أنا بسعادة لأني حاسة إني أنا إنه يعني أنا ما تعبت وبرضه طلعت الثانية، يعني كان وإنه المعدل عالي، يعني مش إنه كان قليل، كان يعني يمكن 98 أو شيء. فأذكر كلمة الوالد قال لي، أول شيء كان في صمت، فبعدها قال لي مبروك وكذا والله يعطيك العافية، قال لي بس ترى يا رانيا الوصول للقمة سهل، الحفاظ عليها صعب. إلى الآن هذه الكلمة أنا أتذكرها وأثرت فيها جداً.